لما ولادنا بيبنوا بلدنا عايزين مصر تقوم وتعدي وسط الصخر بينحتوا فيه فيهم روح وعزيمة وتحدي لما بيزرع وسط الصحراء شايف بكرة مليان خير عايز يبني بيدو يصنع أصل دي مصر وخيرها كتير نبدأ بس الأول وإحنا نبقى معاك من كل مكان قوم وتحدى ظروفك يلا لازم تبقى من الجدعان لازم تبقى من الجدعان لازم تبقى من الجدعان الجدعان. اهلا بحضراتكم في حلقه جديده من برنامج الجدعان. اتكلمنا ببرنامج الجدعان عن الطفرات اللي قدر علمائنا في هيئه الطاقه الذريه في تحقيقها في سلالات القمح المصري، وقلنا انها طفرات مذهله في جميع اصناف القمح المصري من خلال ابحاثهم داخل هيئه الطاقه الذريه. خلي بال حضراتكم ان الاقماح التي تم انتاجها داخل هذه الهيئه وبعد بحوث استمرت لسنوات فيها ما يقرب من 380 ل 400 حبه في السنبله الواحده. المعروف في مصر ان عدد الحبات داخل السنابل لا يتجاوز 100 حبه، بل احنا لغايه النهارده في مصر لم تتجاوز عدد الحبات في السنبله من 60 ل 80 حبه. اذا ما يتحقق داخل هيئه الطاقه الذريه هو اعجاز بمعنى الكلمه، ولكن في حقائق مهمه جدا لازم ناكد عليها بخصوص هذه البحوث التي تم اجراءها داخل هيئه الطاقه الذريه. اولا، كل هذه الطفرات من الاقماح المصريه اللي نجح علمائنا في هيئه الطاقه الذريه في انتاجها ثابته ومتجانسه وليس لها اي علاقه بالهندسه الوراثيه، يعني اي مخاوف بشان ان هذه الاقماح فيها هندسه وراثيه غير حقيقيه على الاطلاق ولا تمت للواقع بأي صلة. كمان لازم نأكد إن ده علم موجود في كل مراكز الطاقة الذرية على مستوى العالم، ده في حوالي 3200 نبات تم إحداث طفرات في هذه النبات من خلال أبحاث علمية ليس لها علاقة بالهندسة الوراثية. كمان لازم نأكد أن هؤلاء الباحثين أولادنا اللي اشتغلوا على هذه الأصناف من الأقماح وأنتجوا هذه الطفرات المذهلة يحتاجون إلى مزيد من الدعم والمساندة، يعني عايزيننا في ظهرهم. يكفي أن أقول لحضراتكم أن أي شركة من الشركات العالمية المنتجة للأقماح عندها استعداد أنها تدفع ملايين الدولارات بهدف الحصول على أي طفرة من طفرات القمح المصري اللي نجح علمائنا في هيئة الطاقة الذرية في إنتاجها. كمان في معلومة مهمة جدا، القمح في مصر تتراوح حباته ما بين 60 ل 80 حبة في السنبلة، يعني لغاية دلوقتي ما وصلناش ل 100 حبة، وبالتالي لكم أن تتخيلوا ماذا يعني إنتاج 400 حبة في السنبلة الواحدة. لو وصلنا ل 100 حبة فقط متوسط الإنتاج هيوصل لحوالي 34 أردب للفدان الواحد، يعني حوالي 5 طن تقريبا، وإنتاج كلي في الأراضي المصرية حوالي 17 مليون طن، يعني نوصل بنسبة الاكتفاء الذاتي من الأقماح لحوالي 85%، فما بالكم لو وصلنا ل 400 حبة في السنبلة الواحدة. هو إنجاز ما بعده إنجاز، ولذا أرجو الاهتمام بهؤلاء العلماء داخل هيئة الطاقة الذرية. خليكم معانا عشان نشوف فقراتنا ايه النهاردة في برنامج الجدعان. تشاهدون في حلقة اليوم، فريق الجدعان يشهد في محافظة البحيرة تدشين أول مراكز لتجميع المخلفات الصلبة من المواطنين بعد فرزها من المنبع وشرائها بأسعار مجزية. وأنشأ هذه المراكز المهندس الشاب محمد الحجاوي، والذي يعمل في منظومة تدوير المخلفات الصلبة والحفاظ على البيئة. فريق الجدعان في مزارع الشاب محمد عبد التواب بمحافظة الفيوم، والذي تخصص في إنتاج طحالب الأزولة المائية في أحواض طينية بغرض استخدامها في تصنيع الأعلاف العالية البروتين للماشية والأغنام والطيور، وبعائد يصل إلى 30 ألف جنيه للفدان الواحد في الدورة.